زكريا بيرمي ديالي سالا وخاصني ضروري نبدل، ومع فيروس كورونا خفت نمشيو للقزح. لا صاحبي، الا بغيتي تبدل البيرمي راه ما بقاش خاصك تمشي، الاجراءات كلهم ولاو غير من التليفون ديالك ولا من بيسي من خلال موقع نرسى خدمات. ما يمكنش، وكيفاش غندير؟ انا سالا لي البيرمي وبدلته، وقبل ما ندخل موقع نرسى خدمات مشيت عند طبيب معتمد ودرت فحص طبي شامل كياكد الاهليه الصحيه البدنيه والعقليه للسياقه، ومن بعد عمرت الاستماره الخاصه بهاد العمليه وتيليشارجيت الوصل اللي عمرت، حيت فيه كاع الوثائق اللي خاصك تجمع، وفيه حتى لادريس اللي خاصك تصيفط فيها هاد الوثائق. بلاتي باش نفهم، انت درتي لا فيزيت، دخلتي موقع نرسى خدمات، عمرتي الاستماره، وشنو الاوراق اللي خاصني نجمع؟ الاوراق كلهم غتلقاهم في موقع نرسى خدمات. انت اسمع معايا مزيان، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال، زوج ديال التصاور، وفوتوكوبي ديال البيرمي، ما تصيفطش لهم البيرمي الاصلي، والريسي ديال الخلاص. وفين يمكن لي نخلص؟ بالنسبه للخلاص راه الوصل فيه قين الاداء ايدونتيفيون دو بايمون، كيسمح لك تخلص بالطريقه اللي بغيتي في مؤسسه بنكيه ولا بالتليفون ولا دير بحالي انا خلصت في القباضه. واخر مرحله درتي انني صيفطت هاد الوثائق المطلوبه والوصل ديال التسجيل عبر البريد المضمون لاقرب مركز تسجيل السيارات التابع لمقام السكنه ديالي انا، وتبعت المسار ديال الملف من خلال الرقم اللي كاين في وصل التسجيل. وهادشي مزيان، مع نرسى خدمات هادي ولات سهله. وهادو الاجراءات بالنسبه للبيرمي، اما بالنسبه لاكارت غريس وريقات سهلين، خاصك فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال وفوتوكوبي ديال لاكارت غريس وماشي الكارت غريس الاصليه. وباش تزيد تفهم اكثر دخل لموقع نرسى.ما وكليكي على نرسى خدمات. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نرسى، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سلامتكم أولويتنا.